رحمة الله. طبعا ان شاء الله بالنسبه لطريقه التعتيق، طبعا بنده ارضيه بيج الاول، بعد كده بتفرد الجليز بتاعك، تفرده بفرشه عادي خالص يعني، وبعد كده ان شاء الله هتدج بمقشه. اي مقشه عندك جديده كده بتدج فيه دج خفيف كده، فان شاء الله الطريقه سهله يعني ومبسطه خالص يعني. تمام يا حسن، امسح بقى كده، امسح على كده. بعد كده في حته قماشه كده قطنيه هتمسح العالي، اهم حاجه العالي يتمسح حلو كويس خالص. طبعا بالنسبه للدرجه احنا بندربوها على ايدينا يعني، بنجيبوا زيت مفتاحين نحط عليها مثلا يعني ايه الدرجه اللي انت حسب ان انت هتحبها يعني. بالنسبه للدرجه الكافيه دي بنطلعها تحط شويه بني، شويه اصمر، شويه سموق، شويه اصفر ليموني، شويه اخضر صغيرين، اخضر بسيط خالص. طبعا هو كده بيمسح بعد ما دج بالمقشة، يبتدي كده اللي هو يمسح تمسيح كويس خالص. بعد التمسيح ان شاء الله كده على طول هنبتدي نوزع بقى معايا ايه الوانات. هنبتدي باللون الاسود، ده لون اسود، بعد كده لون اخضر او زيتوني، بعد الزيتوني بنحط لون بينكي، بعد كده اسمر برضو، بعد كده زيتوني. تمام. بعد ان شاء الله ما وزعنا الالوانات بتاعتنا دي هنبتدي ان نجيب شويه ذهب، ذهب بودره، ونمسح كده بالسفنجه تمسيح خفيف خالص كده، هيدي معايا ان شاء الله تاثير حلو وتاثير جميل خالص زي كده بالظبط يعني. ده كده ايه الشكل النهائي. هتضل السر راح حسن. الذهب البودرة، ده الذهب البودرة اللي احنا اتكلمنا عنه، وشوية سرر وحتة سفنجة معانا، هنبل السفنجة سرر كده خفيف. تمام. وهنعوز بيها سرر، هنعوز بيها الذهب بودرة كده. يبقى انا مسحت سرر خفيف على السفنجة، وبعد كده خدت ايه شوية بودرة عليها، بعد كده هنمسح تمسيح خفيف كده. ركز يا حسني مع الفرن، ضرب على الفرن يا حسني خالص. يبقى فوق الالوانات اللي احنا استخدمناها الاول دي بنمسح عليها بالذهب تمسيح خفيف كده، هيدي معايا ان شاء الله تاثير جميل كده وشكل جمالي خالص يعني. هناك يا حسني، هات شوية سر ولا سامع. يلا سامع. هنا عم سامع.
شو وضعك كده بصراحة؟ جميل؟ انت ما تجربش جوه كده يا حسني. اعمل ايه يا حسني؟ ما تجربش جوه كده. ده الشكل النهائي كده للشغل التعتيق. ان شاء الله رب يكون عاجبكم يعني. خليك على طول كده.